السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نبدي بشرح كيفية تعامل أو إنه كيفية أرسم هذا الرسم، هذا الخبيصة شلون أرسمها. فإحنا بالبداية استخرجنا إنه هذن الأمور كلها، هاي الأمور كلها استخرجتها، المسافة هذن الأساس كلها استخرجتها. أكو قانون جدا يسهل السالفة، الوضعية كلها سهلة، اللي هي واحد على S يساوي واحد على S زائد واحد على S، تمام؟ زائد يعني اشقد ما اكو أسات، اشقد ما اكو أسات. هسه نجي نشرح الوضعية. بالبداية انا اجي ارسم لي سلاب واحدة، أنا أكيد راح يعطيني بالسؤال صمم لي سلاب واحدة. من أجي أصممها؟ أنا دائما أصمم إنه بطريقة البنت، تمام؟ أجي أرسم بالبداية هاي الرسمة العادية، هذا شيء ثابت، هذا حديد وهذا الحديد شيء ثابت، ومن هنا هذا يجي ومن هنا هذا يجي، تمام؟ وإذا أكو سلاب يمه، إذا أكو سلاب إنه ممتد يمه، فهذا هم ايضا يستمر بشكل هذا وينزل ويصعد، يعني هذا هاي السلسله تتكرر يعني تنعاد. اوكي، فانا هسه بالبدايه عرفت انه شلون ارسم الحديد مع التسليح مالتي، وهذا راح يصير مع للجهتين. فخليني ارسمها مره ثانيه اوضحها ايضا مره ثانيه، وانه ابدي اشرح سالفه القانون هذا اللي يسهل الوضعيه دائما كلها. خليني أفرض أنه أنا عندي هذا سلاب واحد بصف الثاني، هذا سلاب وهذا سلاب، تمام؟ الرسم الحديد شو أنا أرسم بالبداية؟ هذا هيك الناب ينزل، الناب يستمر، الناب يصعد، الناب هذا هيك، الناب ينزل، الناب يستمر، الناب يصعد، وكذلك يعني يظلون هيك بالوسط هو نازل، بالأطراف هو يكون عالي، تمام؟ لأن أنا لأن بالأطراف هو العزم السالب، فالعزم السالب أنا دائما أسلحه بحديد فوق، بالمنتصف العزم الموجب، والعزم الموجب دائما أسلحه بحديد جوا، تمام؟ فلهذا أنا أخلي هذا لي جوا ومن هنا هاي لي فوق، يعني يكون خط مستقيم يعني، بس أنا هسه حاليا لأن الماوس فما جاي أضبطه الخط، صار خط اللي هو خط دكتور أسير. ف هسه حاليا نكمل، هذا رسمنا، ارسم خط انه هو حد التسليح منتشر على طول الجسم، وارسم هذا مع سالب بعد اضافي، هذا سالب اضافي وبدنا السالب الاضافي، تمام؟ هسه انا جاي اشرح كله على الشورت، اللونج هو نفس خطوات الشورت بالضبط. هذا الحديد مع هذا الحديد المنتصف، شنو قلنا قبل شويه؟ قبل شوي شنو قلنا؟ قلنا مال يا حديد، مال الحديد الموجب اللي مال العزم الموجب. فأروح بالجدول، وين العزم الموجب؟ هذا العزم الموجب، هذا العزم الموجب، هذا 140 مسافة مالته، فخلنا نخلي 140. تمام، هذا 140، هذا مالت من؟ هذا مالت من يالي يا اس 3، تمام؟ اس هاي اللي يمها شنو؟ اللي يمها اس 2، فاروح اخذ العزم الموجب مال استوجيت، العزم الموجب مالت من ايضا مال الشورت. هسه حاليا جاي نحكي كله على الشورت، اللونج نفس خطوات الشورت، فهسه مال الشورت 160 مال الشورت. اوكي، فاحدد هذا الحديد يعني اللي لي جوا، هذا اللي قلنا مال العزم الموجب 160، حددت 160 160، خليني اقرب واوضح بعد. هذا قلنا هذا مع شنو؟ قلنا هذا مع العزم السالب، قلنا مع هذا اللي لي فوق، كل اللي لي فوق انه هذا مال يا هو مع العزم السالب، حلو. فهسه انا حاليا خلنا اغير لكم اللون على ما تتوضح لكم اكيد، تمام؟ فهذا مع العزم الموجب، هذا الحديد اللي هنا
مالت العزم السالب، اسف. تمام، فهلانة هذا ايش قد شلون اطلع قيمته هسه اذا تلاحظون هنا، هذا هنا هاي القيمه طريقه البنت هاي مالت من هذا العزم السالب. تمام، عزم سالب هاي 210. طريقه البنت انا هسه حاليا ما اقدر اقول هاي رأسة 210. طريقه البنت اكو طريقتين، البنت والستريت. تمام، طريقه القطع وطريقه شو اسمه، طريقه القطع وطريقه اللي هي تكون الثني البنت. طريقه القطع انه اوصل اقطع، انا جاي اصمم طريقه البنت ما اقطع، شنو مواصفات طريقه البنت اللي هي ما اقطع؟ الحديد الموجب يطل الحديد السالب 50%، يعني نص الحديد. يعني اذا تلاحظون هنا أنا، وانا اذا تلاحظون هنا أنا، هذا ما اجيت قطعته، هذا ما اجيت انا هنا أنا وصلت قطعته، سويت له قطع يعني ما كملت، هذا ما خليته ما موجود. تمام، هذا شنو اجيت؟ جيت ثنيته. هاي الثانيه، هاي الثانيه تعطي 50% للحديد السالب. تمام، هاي باعوا لهذا وهذا، هذا تعطي 50% من حديدها للحديد السالب. السالب، فهاي شلون اعرفها؟ فهذا راح استفاد من عندها، راح استفاد من عندها هذا القانون اللي هو هذا، واحد على اس يساوي واحد على اس زائد واحد على اس. الواحد على اس هاي بالبدايه هي ايش قد كانت حديدها، المسافه مع الحديد السالب اللي انا جاي اريد اسلحها. الحديد السالب ايش قد كانت المسافه مالته اللي انا اريد اوفرها. تمام، اللي انا اريد اوفرها اللي هي من الجدول هاي اعوضها هنا، اعوضها هنا بدال الاس، فراح يصير مقداره واحد على 200 وعشرة زائد واحد على اس. الاس هاي الحديد الموجب، ايش قد طلع الحديد السالب هاي الاس؟ هنا قلنا هذا الحديد اللي هي مسافته 140 اللي طلعناه هنا، باعوا له هنا 140 هذا الحديد، اطل الحديد الموجب هذا اطل الحديد السالب 50%. ال 50% باعتبار مسافات كون اضربها في 52%، بعض هاي السلاح. هسه من اين اقول لك انه الحديد مسافه بين حديد الاس، طبعا هو مسافه بين حديد وحديد، من اجي اقول انه مسافه بين حديد وحديد هي مقدارها 75، وهذا او خلينا نقول 50 مسافه بين حديد وحديد، هاي 250 او خلينا نقولها 300 اضبط. فراح تشوف مسافه منا 50 تاخذ، شوفوا كم حديد منا ايضا 50، مسافه بين حديد وحديد يعني الاس 50 منا ايضا 50 منا 50 منا 50، راح يصير طول البيم هو 250، اسف مو 300. تمام، فحاولوا تفهمون الكلام مالتي لان الخط تعبان جدا جدا. تمام، فانا من قلت انه المسافه 50 شوفوا كانت كم حديد، كم قضيب حديد، 1 2 3 4. من اجيد المسافه انا مثلا اريد اقول انه بين حديد وحديد 100. تمام، مثلا جيت اقول انا بين حديد وحديد 100، شوفوا ايش راح يصير. يعني اقول الاس 100، يعني زيدت الاس، من ازيد الاس انا راح يقل لي الحديد كم حديد، كم شيش حديد يقل، راح يصير من لهنا 101، ها منا 50 نقول كفر 50، من هنا منا لهنا 100، منا لهنا، منا لهنا، خلينا نقول ابي هي المقصد انه راح يصير انه المسافات كل ما تزداد يقل الحديد. القصد انه المسافات انا كل ما تزداد راح يقل الحديد. من كانت المسافه
بين حديد وحديد 50، يعني الاس كانت الاس كانت 50، كان عندنا اربع قضبان حديد. الاس من ضربتها في اثنين سويتها 100، تمام؟ فصارت لي شنو؟ صار لي كم حديد؟ شيشين حديد فقط. يعني شنو يدلل لي هذا؟ انا اذا ضربت الاس في اثنين راح يعطيني 50%، تمام؟ فانا هنا ال 50% فقط اضرب المسافه في اثنين، مو اقسمها على اثنين، لان هنا علاقه عكسيه بيناتهم، كل ما ازيد مسافه يقل حديد، تمام؟ فهسه مثلا هنا عندي المسافه هي ايش قد؟ 140، حلو؟ 140 راح يعطي 50% هنا، يعني راح اصير واحد على خلينا نجي هنا قانون كتبنا، خليني اكتب هنا واحد على اس يساوي واحد على اس زائد واحد على اس، يعني اسات ما لا نهايه، يعني زياد ما يطلع نضيف اس. الاس الاولى اللي هي قبل اليساوي قلنا هذا مال حديد مال سالب، زياد هو كولا وفر له، وفر له زياد 210 يساوي الواحد على اس. انا الموجب قد جاي يطل السالب 50%، المسافه مع الموجب اضربها في اثنين تكون لا 50% جاي يطل 140 في اثنين زائد الواحد على اس، هاي الاس الجديده اللي هاي اللي هنا أنا اكتبها بالجدول. هسه اذا اطبقها انا بالحاسب تطلع لي واحد على 210 واحد على 140 في 2 واحد على x، تمام؟ راح تطلع لي 840، تقدرون تطبقونها 840. طلع 840 هو هنا خالها وخمسين جت خالها هو هنا خالها وخمسين، بينما هي كانت تطلع 840، تمام؟ ملزم الدكتور حليم بيها ترى أخطاء للعلم، هذا أيضا بيها خطأ، تمام؟ هاي خالها هاي 350، معتبر هاي اس 3 واس 3 واجد هاي 350. هسه راح أعلمكم السالفة، أنا راح أعلمكم على السالفة الصحيحة. فنجي طلعنا الحديد السالب هاي 840 جدا صحيح، كله صحيح، تمام؟ فنجي هنا هذا الحديد السالب هذا من المنتصف، ضعوا لي خلينا أطبق له القانون أيضا، أنا بدام سالب أطبق له القانون، واحد على اس تساوي واحد على اس زائد واحد على اس، باع هالمرة راح اكتب ثلاث حدود، واحد على اس المرة راح اكتب ثلاث حدود. هسه شوف بالبداية السالب ايش قد مقداره؟ الاس الاس انا ايش قد اريد اوفر حديد مسافات، اروح هنا للعزم السالب اريد اوفر زياد مسافة، هذا بين ال هو بين تقريبا هو بين من هذا بين الاس 2 بين الاس 3، اختار المقدار الاقل. الاست وين هالاستو والله الاستو 120، تمام؟ الاس 3 مقدارها 100، تمام؟ فانا دائما اختار المسافه الاقل، اقارن بين 120 و100 يا واختارها الاقل هي 120 100 اسف الاقل هي 100، فدائما انا اخذ المسافه الاقل. ليش اخذ المسافه الاقل؟ بانه هاي انا كون اضيف لها 100 مسافه، احنا درينا انه كل ما ازيد مسافه راح اقلل حديد، صح لو لا؟ فهاي مسافتها 120 مثلا تحتاج 6، نقول خلينا نقول مثلا 120 وزعت 6 اشياش، زين انا اذا اعتمدت على هاي تحتاج 6 اشياش، تمام؟ فقلنا 120 مثلا مثال هذا، تمام؟ فانا من اقول 100 راح ازيد حديد لو راح اقلل؟
راح تزيد حديد لأن قلت المسافة، علاقة عكسية بعض. ثانية خلي أشرحها بشكل بعد، أنا كل ما أزيد المسافة راح يزيد الحديد، صح لو لا؟ فهنا 120 يا هو تحتاج أكثر حديد، 120 لو 100 يعني يا هي حديد أكثر يا مسافة فيها حديد أكثر. المية ليش؟ لأن المسافة أقل فالحديد أكبر، تمام؟ فالمسافة أقل، فأنا معقولة أنه الجسم، أكو جسم هنا أنا، هذا جسم، أقل يقول لك أنا إذا ما تضيف لي مقدار أس 120 أنا أطيح، يعني أنا بعد يعني شو والله أوضحها أكثر، هذا اللي الجسم موزع على 6، هذا هيجي غير اللون، هذا هنا أنا، هذا هنا، هنا، هذا هنا، تمام؟ هذا موزع على 120، يعني المسافة بين حديد وحديد زيادة 120. هذا اللي الجسم اللي يمه يقول لك انا لا اريدك توزعني الحديد على قد على 100، فانا من اوزع الحديد على 100 راح يزيد الانشياء او يقل؟ راح يقل الشاشة، راح يقل، لا راح يزيد الشاشة، اسف، راح يزيد الشاشة، فيصير الشاشة اكثر لان المسافة تقل، حلو؟ فهنا من راح يزيد الشاشة، فهو الافضل انه انا اقل للجسم انه كلك اسلحك ابو المسافة 120 لو اسلحك 100، الافضل يظل الجسم مستقر. هذا يستقر بعدد الشاشة 8 مثلا خلينا نقول، وهذا يستقر بعدد الشاشة 6، إذا سلحت هذا إن كلهن على 6 هذا راح يتفلس لأن هو 8 يلا يستقر، تمام؟ هذا يحتاج لست شياشة يلا يستقر، تمام؟ تمام، فعادي هذا أزيده، راح أزيد السيفتي مالته، الأمان مالته راح أزيده، لكن ما مو عادي أنقص عن الستة. فلهذا أنا هاي جاي أحكي 6 8 جاي أحكي حديد، كم شيش حديد، فأنا أعرف إنه المسافة لها علاقة عكسية وياها، تمام؟ فأنا هنا لي حق إنه أنقص مسافة، تمام؟ مو أزيدها. فأنا هنا إذا كانت إذا هسه مختصر مال الحكي، نعتمد دائما على المسافة الأقل، تمام؟ فإذا شفت 120 هنا أنا خيرت بين 120 و100، اختار المسافة الأقل هي 100، تمام؟ فواحد على 100 يساوي الواحد على هذا الأسس، يد مقدارها هاي 1 على 100 اللي هي اللي أنا أحتاج أسلح بيها، 1 على أس اللي هي راح تجيني من العزم الموجب، للشكل هذا، هذا بالمنتصف، شوف لي يا هذا، هذا راح يجي حديد من هنا، من ها راح هذا صاير بالنص، يعني من هنا راح يعطي 50% ومن هنا راح يعطي 50%، هذا اللي صاير بالنص بين سلابين جزئين يطنه، هذا راح يعطي الموجب راح يعطي الهاف، وهذا الموجب راح يعطي الهاف، بالمنتصف يطنه 2، اوكي؟ فأنا قلت 50%، فأقول 1 على 140 في 2، ليش؟ لأن احنا اتفق 50% يعني أضرب المسافة، أوكي؟ زاد هذا هم 160 راح يعطي 50%، 1 على 160 في 2 زائد 1 على أس اللي راح تطلع لي بالحاسبة، تمام؟ 1 على 160
واحد على 140 في 2، واحد على 160 في 2 زائد واحد على اكس، راح يطلع مقداره ثانية حاسبة، راح يطلع مقدار الحاسب لا تلقي أن تعطينا الرقم. ليش تخاف؟ لماذا؟ فهسه على كل هي هاي راح يطلع مقدارها 302، تمام؟ 302.5 هيك راح يطلع مقدارها. تمام، على كل تطلع مقدار 302.5، فأنا ما عندي 302 فأخذ 300، فأنا دائما أقلل، يعني أنا ما أخاف أخليها بالجدول 302، دائما أخذ، يعني إذا شفتوا هنا بالجدول مال الأسات دائما 211 أقربها أقرب 10، كون تكون من مضاعفات العشرة، فهاي بدل ما 302 أكتبها 300، تمام؟ هاي هسه هذا الحديد مال التصليح اللي هنا نجي. هذا جاي يطي بس عزم موجب واحد، يعني ننتبه لهاي الامور، هاي الامور جدا مهمه. يطي بس عزم موجب واحد لان على الطرف. فواحد على اليمن على اس يساوي واحد على اس زائد واحد على اس. وخليها طرفين لان يطي بس عزم موجب واحد. هذا ايش قد يحتاج اوفر لو اروح، هذا هو سلاب 2 اس 2. هو اذا تلاحظون هنا كاتب 350 وهذا غلط، ليش؟ لان معتبر هذا هنا اس 3 وهنا اس 3 مو اس 2، تمام؟ ففقط عنده غلط شو اسمه، عنده غلط بالتسميات، وهذا الغلط بالتسميات سوى عنده غلط بالتوزيع مع الحديد، تمام؟ فانتم اعتمدوا الطريقه. نجي هذا احنا بعد احنا جاي نعتمد على هذا. انا اعتبرت هاي السلابايا ما موجوده، حلو؟ اعتبرت انه هاي السلاب ما موجوده، لان اذا اخليها موجوده راح تكبر المسافه، راح تصير هاي بين هاي السلاب وبين هاي السلاب. اذا موجوده هاي، هاي راح تعطي هنا 50%، وهاي ايضا راح تعطي العزم الموجب راح يعطيها 50%، لان صارت بالمنتصف بين سلابين، اوكي؟ اوكي؟ فأنا جاي أسلح هاي الحديد، هذا الحديد مال التسليح، أوكي؟ هذا مال هذا السلاب. مال هذا السلاب. فهسه حالياً أجي واحد على اس، الاس مالت هاي الاس 2 ايش قد؟ اس 2 أروح للسلاب اس 2، اس 2 العزم السالب مالتها ايش قد؟ 120. فراح أخذ واحد على 120. يساوي هذا جاي يعطيها ايش قد؟ جاي يعطيها فقط ايش قد مقدار؟ 50% من ال 160، ف 160 في 2. زائد الواحد على اس المقدار اس. فهسه واحد على 120، واحد على 160 في 2، واحد زائد واحد على اكس، راح تطلع مقدارها، راح تطلع مقدارها 192. انا اذا اعتمد دائما فيصير مقدارها 190، تمام؟ فهنا أنا ايضا هنا يعني هو دكتور حليم مزماته بها اخطاء، تمام؟ أنا فاهمة على هاي الطريقة ودائما على طريقة البيانت هاي فاهمة، تمام؟ فإلى هنا انتهت محاضرة شرح كيفية التصليح.